نؤكد للمشاهدين أنه لم يفوتهم الكثير. محمد صلاح، تفضل لك يا صلاح، قلبي الصغير لا يتحمل والشباك لا تتحمل، هدف جميل من محمد صلاح. الله على الكرة، هدف جميل جدا، براعة كبيرة في التعامل مع الكرة أمام الحارس. كرة طويلة إلى الأمام وحالة انفراد، محمد صلاح وينجح في تسجيل الهدف. استمر في التقدم إلى الأمام، محمد صلاح، ريال مدريد لديه فرصة للتسجيل، يحاول حارس ان يمكنه الارتياح، سجل الهدف ووسع الفارق. محمد صلاح بالفعل هدف جميل هذا اليوم، هدف ولا اروع. كولا مجنونة، أصبحت 2-0، لم يكن من الممكن إيقافه. خطيرة وفرصة محمد صلاح، يا سلام، ماذا بعد كل هذا؟ محمد صلاح وينجح في تسجيل الهدف. أوه، يلعبون مباراة غير عادية في هذا اليوم. يا عيني على هذه الكرة الجميلة اللي نستمتع فيها، هدف آخر يؤكد على قوتهم هذا اليوم، لا يمكن إيقافهم. يا له من نجم، يا لها من إمكانيات. كرة طولية في المساحة الخالية، بينية إلى روبرتو فيرمي، محمد صلاح لعبة في منتهى، يمر ويلعب كرة بينية، تمريرة جميلة، واحد على واحد في منتهى الخطورة، محمد صلاح، كرة ملعوبة إلى روبرتو فيرمينو، كرة ممتازة، فرصة للتسديد، هل يمكن أن يمر؟ هل يمكن أن يخترق؟ هذه كرة، هل ينجح في التسجيل؟ محمد صلاح بإمكان التفوق على الحارس في ركلة الجزاء ويمنح فريق الأفضلية في هذه المباراة. يضع